انا اسالك انت بتقولي سؤالك. ايوه لا انا هقول عشان في اكتر فيلم يعني استمتع. طبعا الافلام اصلا ما عملتش افلام كتير قوي بس كلهم حاجات صغننه وكلها يعني بحبها قريبه لقلبي كلها. يعني ما فيش فيلم انا عملته متضايقه منه. لكن زنقة ستات اكتر فيلم انا بحبه واستمتعت فيه، مش عشان بس انه فيه حسن، بس هو نفسه الفيلم كان فيه انرجي حلوه وانا كنت بقى يعني مودي كان حلو جدا واحنا بنشتغل. في بقيه الافلام كلها حلوه بس كنت مثلا يعني ممكن ابقى متوتره مش عارفه عندي، يعني هنا انا كنت فكه خالص. فنشوف حسن بقى هيقول ايه. لا يعني الشق الاول في السؤال ان انا من وانا في معهد المسرحيه في سنه اولى كنت حاطط في دماغي ان انا عايز اكون، كنت طبعا بشوف تاريخ السينما، انا بحب يعني اقرا كتير عن تاريخ السينما وعن الناس واشوف حاجات قديمه برضو المشاكل اللي كانت موجوده عندهم. فكنت حابب دايما على قد ما اقدر ان انا اكون ممثل متنوع على قد ما اقدر، انا ما اعملش نوع واحد بس من وانا في المعهد. وكنت طبعا المعهد بيتيح لك انك تعمل مسرح كتير سواء ادب عالمي او ادب عربي، فبتعمل انواع مختلفه سواء كوميديا او كوميديا سوداء او تراجيديا مأساة، كان عندنا حاجات كتير. فلما خرجت اشتغل في الاحتراف حاولت ان انا اكون اعمل كده، عملت خيانة مشروع، عملت اول فيلم اتقدمت فيه كبطل مع الاستاذ يوسف نصر الله اللي هو احكي شهرزاد، وعملت بعديه كف القمر فيلم برضو جد. ثم بدأت اعمل، حبيت يعني لما الناس يعني اثنت عليا في الادوار الجد ما حبيتش ابقى انا ايه محصور في ادوار الجد فقط، فقلت لازم اخرج اعمل كوميديا نوع تاني. عملت الكوميديا الناس الحمد لله حبتني فيه، قلت عايز اعمل حاجه رومانس، وكان برضو قرار ان انا اعمل حاجه رومانسيه. عم اقنعت الصناع ان انا عايز اعمل فيلم رومانسي، لان انت عارف السينما بيبقى فيها طبعا توزيع، ولما لو في نجم ناجح في حاجه معينه فهم بيفضلوا دايما انك ايه تروح في الحاجه اللي انت ناجح فيها. فقلت لا عايز اعمل رومانسي، وعملت الحمد لله فيلم توأم روحي ونجح. بعدي قلت اعمل حاجه سايكو دراما، عملت تحت تهديد السلاح. فالحمد لله بلاقي ناس عندها يعني قبول في الحاجات دي، وبلاقي المنتجين بيبقى ريفرنس بالنسبه لي نعمل من نفس النوع. فانا دايما بهرب من طالما حاجه نجحت اروح حاجه تانية. بس في الكوميديا بالنسبه لي اكتر فيلم برضو قريب ليا فيلم زنقة ستات، وكن في بيني وبين ايمي كيميا جامده جدا في الفيلم، والفيلم الحمد لله يعني عايش لغايه دلوقتي. فضل. سعيد خالد المصري اليوم. أولا مبروك التكريم، ويعني تستحقوا التكريم عن مجمل أعمالكم كلها. حابب أول حاجة أعرف من إيمي من الممثلة اللي بتضحكك أو اللي بتحبي تتفرجي عليها؟ يعني دايما الكوميديان عشان يضحك ده بيبقى حاجه صعبه جدا، فانت بتحبي تتفرجي على مين تضحك عليه؟ وبالنسبه لحسن حابب اعرف تاثير والدته، لان هو كان مرتبط بيها جدا في حياته، وده عشناه على بعد وفاتها كمان، ازاي هو مرتبط بوالدته وازاي متاثر بيها بشكل كبير جدا. فحابين نعرف ازاي اثرت في حسن الرداد البني ادم الانسان وحسن الرداد الفنان كده. شكرا. يعني في الكوميدي تقريبا ناس كتير بحب اتفرج عليهم، بس انا بحب سهير بابي الله يرحمه، يعني من الناس الجامده في الكوميدي بالنسبه لي، يعني هي نمبر 1 بالنسبه لي في الضحك. بس طبعا يعني في اسامي كتير مش هقعد اقولهم، بس كلهم بيضحكوني، بس سهير بابي بالذات هي السبيشال. في اجابه سؤالك؟ امي طبعا الله يرحمها اثرت فيا في كل حاجه في حياتي، اثرت فيها في تربيتي من وانا صغير طبعا، ووالدي طبعا الله يرحمه برضه. بس من اول تربيتي المبادئ اللي انا اتعلمتها، احترام الست وحبي للست وتقديري ليها، ده راجع لحبي لامي. يعني ده انعكس عليا حتى في حياتي الشخصيه مع زوجتي، ان انا كتير جدا من التصرفات اللي انا بعملها لو ان شاء الله تبقى تصرفات كويسه، دي راجعه من حبي لامي، وانا ما كنتش بحب حد يضايقها خالص، وكنت بخاف عليها. فدايما عندي الارم كده في الحاجات اللي ممكن الست هنا ممكن تتضايق لو كذا ما حصلش، هنا المفروض الواحد يعمل كده. ده غير بعد كده ان كل الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ليها في ان انا امثل، لان طبعا كان عندي ظروف خاصه
بوفاه اخويا، كنت عايز امثل تاني ووالدي وكده، هي اللي اثرت ان انا ادخل معهم في المسرحيه، وفضلت ورايا في كفاح طويل لغايه لما قدرت ان انا يعني اثبت نفسي واشتغل. وطبعا بعد وفاتها اكيد يعني بتمنى لها الرحمه، وهي معايا دايما على طول يعني.